مو حق البيت. انا كنت شاري لهم خلص. بيشو رد من السفر عند الاسامي. الله يسلمك. شنو جايب؟ هذا حقي. هذا حقك؟ قصدك حقي صح؟ خلينا نشوف والله والله هذا كاكاو سويسري اسمه لزرخ. لا درخ كرمك الله بيشو. هذا النوع الاول. شو التمر هذا؟ شو التمر؟ اشوف ييب ييب اول مره بحياتي اشوف حمد عنده قرب قوي على شيء. ييب 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 هذا 70% كاكاو. هذا دارك شوكليت يعني. انزين خل نشوف دارك شوكليت. شوف من كثر ما احسه اوثنتيك حاطينه بتشيس كذي. تعرف لما يجون من برا يشوفون التمر عندنا شيء مشيس يقولون اوه ذس از ريل تمر. ذس از ريل ديت. هذا شوف ذس از ريل شوكليت. شوكولات. هذا كراميل فج. شوف يقول لك شنو؟ فريش شوغي. شوغي؟ سكوغي؟ شوغي. شوغي. فريش. فريش شوغي. The original fresh chocolate from Switzerland. Discover just how fresh chocolate can taste. Experience the intense taste resulting from the combination of handcrafted ingredients and fresh chocolate from the Glarus Mountains. يعني هذا الحين يعني مستخرجين من الجبل. هذا مستخرج من الجبل. هذا قوي. لا طالع. بس انطر. ما خلصت. Enjoy your entire unique piece of fresh shoggy as soon as possible. Freshness counts. Freshness. هذا يقول لك مستخرج من الجبل. زين هذا شنو؟ هذا التوت. يا ساتر. هذا توت هم مستخرج من الجبل. من الجبل هذا. هذا قوى واحد. شوف هذا قوى واحد. هذا شنو؟ الكورنفليكس. كورنفليكس؟ بس والله حد عجيب. شنو الكورنفليكس؟ ماي فيفورت. هذا داخله فليكس. اوه. كورن تشيبس داخله. تورتيز. تورتيز. إيه دي سيدا تورتيا شوكليت. هذا قوي. هذا ممتاز بالنسبة لي. هذا الفيفرت. سيدا تورتيا شوكولاتوس. طبعاً. ودنا نعزمكم بس. راحت عليكم يعني. هاي جداً. أنا طحت على فرقة فلبينية عجيبة. فلبينوز. إيه. يعزفون فنك. هذا لحقت عليه. ماي فيفرت. لا تعرف. لا أعطي قطعة صغيرة. زين اوزع على ربعي. يلا من مال الله. اعطاني كبيره. تعرف انا مشتري لهم تشيز حقهم. ها انا مشتري لهم تشيز. ها الحين طلعت مشوار ورديت اشوف صخر في شيء غلط. زين هذا يا اقرع. بطل غيره. ما تخلص لي هذا. راح زين بطل غيره. كان ادش الغرفه ولا ادش كلهم تمين على بعض. يا تقول ايش قاعد تسوي شيء؟ كلهم بحجم كذي الوان. خلوه مو حكم هذا والله. طشرات بوق هذا مجنون. ذبحني هذا. هاي جديد علي انا. يو اوكي لاني ما اعرف قيمته. معطيك وايد انا. هذا قوي. يكون طعمه حلو. لا. لا. أنا عادة ما أحب الكاكاو اللي شيء فراولة من نكهة فراولة ولا شيء كذي. بس زين. سو زوم على التوت اللي داخل. توت. عجيب. هذا وايد حبيته. ما أكله. كانش كبرى. ما توقعت إنه. كانش كبرى. أقولك دشيت شوكولات عط بحلجة شيء قطعة. عرفت شلون؟ وايد شوكولات مع توت صاير وردي. إيه حلو. تبي أبي شوف؟ لا خلنا نكمل بعده. بعده. شوف وين الحين؟ هذا 10/10. هذا 9/10. عطنا الدارك شوكولات خلنا نشوف. حلو توت. ما توقعت إنه يعجبني. لا حلو أقولك قوي توت. هذا مو مبطل. إيه اللي هال شيء ما يعتبرهم دارك شوكولات. مو حلو وايد. هاك يا لا زين قصته شوية. ايش دعوة؟ طبعا نشوف ترى لأنه من ايدي فيكون احلى. نتضح. واو حلو. وايد حلو. كريمي.
مشكلة أنا طايحة مع هيرشيز بالفترة الأخيرة. أي هيرشيز يا حبيبي أنت مصدق؟ فهذا صدقي. هيرشيز استغفر الله طعم زواع. أبو زواع إيش دعوة؟ هيرشيز. مقارنة حق هذا أوكي حلو يعني هذا بس مو النسمة. ما كانت تفهم بالشوكولاتة. عندما تعشق الشوكولاتة يعني. بمطقشة. وكاكاو. إذا في بعد شيء ما جربنا؟ في في. هذا زين. كذاك شوكولات. مو أحلى كذاك شوكولات كذا بحياتي. زين إيه الحلو حلو إنه طعمه مر زيادة. أنا أحب المرور اللي بالداك شوكولات كراميل دمار شامل. تبي الكاكاو أكثر ولا كراميل أكثر؟ كراميل أكثر. هذا أنا ما بقتله يعني بيش قاعد يقول. هذا وايد وايد عودة وايد عودة قصة قصة. هذا اللي تكسر منه بس. شكرا. هذا شايلين مالت التوفي نفسها مقصصينها وقاطينها بالكاكاو. عرفت التوفي مال الكراميل توفي وتكون قطعه اللي يكون حلاوه حلاوه الكراميل نفسه بس مقصصينه قاطينه قطشي بالكاكاو. ما عجبني وايد لان انا ما احب الكراميل توفي. احب الكراميل بس ما احب التوفي. ثاني من عشان حلو ما عجبني ما عجبني وايد. الكاكاو نفسه حلو. الكاكاو حلو بروحه. مع هذا انا شو انا شخصيا ما احب التوفي ما يزلي. انت الله يا بيشو. لا اخذ لا اخذ. والله خوش كاكاو. ذكرني بايام سكينج. منو؟ ذكرني بايام سكينج سويسرا. رحنا انزير. منطقة شي بالجبل. انزير؟ انزير؟ انزير. اي ام ذير. مو امزير انزير اي ان زي اي ار اي حلوه كانت. شفتوا لي كات سماش؟ لي كات سماش والله شوف انا استأنست ضاك خلقي نفس لما قلتوا لي الحين يعني سكر ينفجر مات من القهر. كل المفاجآت طلعت والله. روستر حلو عجبني. روستر كبير وايد وايد. ايه. اتوقعت اللي طافت كان حد عملاق هذا اكبر. زين انه في شخصيات على الاقل الشخصيات انا كنت احبها ردوها يعني جانندورف انا قلت استانس عليه. اوكي حين ردوه شلك ودي اجربه شكل عجيب. طبعا منو الليك عشان نحرق عليهم بالفيديو؟ الليك كان ب طبعا لا شنو منو الشخصيات اللي يدد اللي ما نتعلم شو يسمونه باوزر جونيور دوك هانت هذا الكلب اسكم الله مال دوك هانت شلك مال زينوبليد كرونيكلز جانندورف باوزر جونيور قلت Game and Watch. Game and Watch Wario. Wario. بس هذا كنا ما ندري عنهم. أعتقد يعني أغلبيتهم يعني شخصيات قديمة. أغلبيتهم. طبعا نس موجود يعني هذا شيء ما كنا ندري عنه. نس. كان بينهم. نس موجود. إيه في أكو نفسهم الليكرز هذيلا يقولون في DLC راح يكون 4 شخصيات أو 5 شخصيات. DLC. إيه 5 شخصيات. منهم Ice Climbers, Snake. لوكس تشورسمان مش يسمونه اي ايش يسمونه هذول الشخصيات مرات ريذم تنجوكو. في شخصيات من ريذم تنجوكو شو اسمهم كوروسمان من ريذم تنجوكو ما ذكر ما ابن هذا اكتب جوجل شوفهم منه. وعند كوروسمان سي اتش او سي اتش او ار يو اس من ام اي ان ار اس او ار ار سي اتش او ار يو اس ار يو اس اي بعدين من رودن تنجوكو من الدعاية عجيبة هذول ايه الشخصية السخيفة هال من جود اللي مال دي اس ما لعبت دي اس هذا هذول من دي اس صح انزين فهذول فوكس شخصية بس ماش لحين اتوقع ان الليك تشد خلاص جيم بلاي الناس قاعد تلعب صدق يقولون الليكرز اهم شيء لما دورت الريليتد منه حط الشلك اهم شيء حطي صورة سماش شيك ثاني صورة اصلا صدق ثاني صورة حقهم روستر ما سماش هذا الليك ها كل شخصيات الليك اهم شيء لا هذا اول ليك دايخ هذا مو الليك بس خلنا نشوف كان ايش كثر منه صح سونيك صح هذا الليك الدايخ هذا الليك الدايخ اذا ماني غلطان بس كله صح
لا بس البنيه مالت ايه رفت جوكو هذه غلط. هذا 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 اللي هذا الليك اللي اول اللي قالوا فيك وولف صح. وولف ترى موجود دي ال سي يقولون ايه وولف صح الشخصيه الخامسه بالدي ال سي. فالمهم يقولون الليكرز كانوا من التسترز اللي نعم انا اللي سمع انا سمعت قصتين انه واحد انه منهم يا انه يكونوا من اللي شغالين على اللعبه من نامكو بانداي واللي انا ممكن اصدقه اكثر اللي هم انه هم تسترز اللي جايبينهم اساسا يجربون اللعبه. ف بس حطوا فيديوهات يعني إيه خلاص اللعبة يعني ليكس هذول الاخر اخر اللي مالت قبل اسبوعين للحين هذول طلعوا صدق. دي اس متى راح تنزل؟ 31/10 كنا صح 26 شيء كذي اخر 10 قريب. عاد في فيكم يبي ياخذ دي اس نسخه دي اس انا ما ابي ما اتوقع ما بدي اس انا باخذ دي نسخه الدي اس الاونلاين يعني زين. انا بالنسبه لي اخذ نسخه الدي اس ولا اخذ الويو. بالضبط بالضبط الويو تصير قطية الديوانيه اي بالديوانيه بس بالديوانيه ما راح يلعب بالدي اس انا بروحه كذي يعني مات الوي عندي اياها كايم تشيس ببيت ما لعبت صح نروح نلعب بالديوانيه. هو يعتمد البيت. على النتكود ترى يعتمد على النتكود ما في قطع شخصيات وخرابيط والعاب حمد يعتمد على النتكود اذا النتكود زين ما تلعب بروحك بالبيت انسى اذا النتكود زين عادي العب. شوف انا عادي العب انا شوف انا عندي بالبيت لازم اشتري عيالي انت عندك عيال غير من الحين متحلفين بس مو حقك نبي سماش اسمه حقك راح العب وياهم راح طقطق وياهم يعني اخليهم يطلعون الشخصيات بس بالنسبه لنا تصير قطيه الديوانيه وخلاص اي اكيد هذا يعني هذا اكيد إيه. يعني لو انا تقول لي بلعب دي اس اوكي يمكن اطقطق فيها بالطريق وبالطياره شيء يعني يمكن بس هم بعد الدي اس تلعب بروحك دي اس بورتبل يطلع منها فاليو فيها اونلاين اذا النت كودها زين على الاقل تقدر تلعب اونلاين زين بالضبط. انا ليش متامل لان نامكو بانداي اللي مسوي اللعبه عرفت تجربه معهم مع سول كاليبر سول كاليبر وتكن كان نت كودهم زين يعني لا باس فيه حتى حق منطقتنا عرفت شلون. طبعا ماكو شيء يوصل النت كود كيلر انستكت انسى بس على الاقل ناس عندهم اكسبيرينس بالنت كود عشان كذي انا متامل مو نينتندو اللي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله تطلع زين. الله يعوض على ساكوراي تلقى الحين قاعد يقرا ساكوراي شفت هذه شفت العروق اللي هني كت كت كبس يا راح يدور هذا اللي سوى ليك وير ار يو ايل ستوب يو. لا صدق يعني ليك مضبوط محترم بس اللعبه فيها مفاجات والله حلوه حسافه ان خربوها وايد حسافه في ليكر مال مثل جير هذا مصيبه. هذا ما سمعت عنه ولا بسمع عنه هذا لا اللي شوف انا بخلينا مسؤوليتي من الموضوع. طبعا اللي يبي يدور هو ثرد بني وقاف زين يعني على الاقل اللي سوى اللي حط الليكات الشغلات الشايده طبعا ازيومينج ان هالحكي هذا صدق حاط اللي هو السبويلر تاج فما تقدر تقراه الا لما تسوي كليك على المربع الاسود. ففي سوالف قصه حارقها انا ما قريتها فما ادري شنو هي عمتي جير 5 وفي اشياء بالنسبه حق الجيم بلاي يعني طبعا الليكر يقول انا من موظفين كونامي اللي انطردوا او مثلا انتهت الكونتراكت تيل كونتراكت ماله معاهم فشكله حاقد هم اثنين كنا ريفانج زين وكان الليك بفورتشان بعدين انتشر كنا ردت ونيو جاف ومسافه انه راح يكون في رؤساء نفس اول شلون لما تباري هليكوبتر تباري دبابه يعني اللي يسمونهم فيكل بوسز راح يرد شيء كذي تحكي عن بعض الاشياء اللي بالجيم بلاي يعني طبعا اللي بيقرا على مسؤوليته انا مالي شغل خليك من هالسوالف اليوم البعد الاخر نعم تلشي حق عبد الله تلشي حق اليوم عاد ترى انا توني جاي يعني ما ادري ايش راح هذا شيء تكون يعني شني ضيف بس بعد اسجل فيديو أنا ضيف. أسألت سؤال ما جاوب. شو حلقتنا اليوم؟ حلقتنا اليوم عن كونامي درس تاريخي. نعم. بس من هذا؟ درس تاريخي عن كونامي. هو ده. طبعًا. هذا هو. حمد راح يرأس البودكاست. نعم. هو كتب لنا رسالة بس أنا ما قريتهم ما بداني أقرأهم. ما يحتاج تقرأ. ما أنا موجود. قريتهم عدل يعني. كتبتهم. أنت كتبتهم. طبعًا أنت تقول كتبتهم كوبي بيست. أشكره مو كوبي من يقول. لا لا حمد 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 تيجي على قدام بس ننقيهم نقوى رايكم بلش قدام شوف مثله هذا 70%
بس هذا وايد كريمي وايد في تحس. انا عجبتني مرته عاده يكون شويه ناشف. صار من سويسرا تدري بقرتهم ما شاء الله عشب. عشب اصلي مربروبه. انت تاكل منه مربروبه. ايش قاعد تدور انت؟ عشان تعرفون ان بيفو يحب نينتندو اكثر مني. ليكس هذا ساكو راي شنو؟ انتنسيفايز يلا نبلش يلا عشان نحرر اخر لقطه. لا نحرر هذا تشي قاعد تحرر حسين شو الفيديو. سوزي